إذا مرت الحائض دخولا بالمسجد. إذا مرت الحائض دخولا بالمسجد وهي تريد غرفة داخل المسجد معدة للنساء الحيض لكي تحضر محاضرة أو حلقة للتحفيظ. يا أخي ما تجعل الغرفة في داخل المسجد، إذا صارت داخل المسجد صار حكمها حكم المسجد، لا تدخلها الحيض ولا تجلس فيه. إنما إذا كانت غرفة مجاورة للمسجد وبابها من الخلف، ما هو على المسجد، حجرة مجاورة للمسجد وبابها على الشارع فلا بأس بذلك. أما حجرة بابها على المسجد وتحتاج أن تدخل مع المسجد لأن الباب باب الغرفة عليه، هذه من المسجد، فلا يجوز أن تدخلها الحيض للجلوس فيها.